هيئة كهرباء ومياه دبي، طرق دفع الفواتير، طريقة دفع الفاتورة عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة. يمكنك دفع فاتورة الكهرباء والمياه عبر العديد من القنوات، وتوضح هذه الخطوات كيفية دفع الفاتورة إلكترونياً. الخيار الأول الدفع السهل، يمكنك الدفع كما يلي: لدفع فاتورة هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال خاصية الدفع السهل، قم بزيارة موقع الهيئة الإلكتروني www.diwa.gov.ae. اضغط على القائمة، اختر المستهلكون، ثم قائمة الفوترة، ثم الدفع السهل. ادخل رقم الدفع السهل الخاص بك، اضغط على الاستفسار، اضغط على تسجيل الدخول للدفع. سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. قم بتعديل المبلغ إذا لزم الأمر، واضغط على تحديد ثم ادفع. اختر نوع البطاقة وقم بتأكيد قراءة التحذير وافهم عواقبه. ادخل البيانات المطلوبة واضغط على Pay، اضغط على OK Proceed with Charging للتحقق لمرة واحدة. ادخل قيمة المبلغ الذي سيصلك عبر رسالة نصية قصيرة لأغراض التحقق واضغط Confirm. تهانينا، تمت عملية الدفع بنجاح. الخيار الثاني دفع الفواتير، قم بزيارة موقع الهيئة الإلكتروني www.diwa.gov.ae. اضغط على القائمة، اختر المستهلكون، ثم قائمة الفوترة، ثم دفع الفواتير. سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. حدد الحسابات وقم بتعديل المبلغ إذا لزم الأمر. اضغط على ادفع. اختر طريقة الدفع وقم بتأكيد قراءة التحذير وافهم عواقبه. ادخل البيانات المطلوبة واضغط على Pay، اضغط على OK Proceed with Charging للتحقق لمرة واحدة. ادخل قيمة المبلغ الذي سيصلك عبر رسالة نصية قصيرة لأغراض التحقق واضغط على Confirm. تهانينا، تمت عملية الدفع بنجاح. يمكنك الوصول إلى جميع خدماتنا من خلال موقع الهيئة الإلكتروني والتطبيق الذكي، واللذان يتمتعان بمزايا خاصة لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى المعلومات والخدمات. هيئة كهرباء ومياه دبي، سعادتكم أولويتنا.